ينضم الي الان من ابو ظبي سايمون بلد، وهو كبير الاقتصاديين في بنك ابو ظبي الاول. سايمون اهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا عودتك الى البرنامج. السؤال اللي هو على البال طبعا، هل نحن فعلا ندخل الان في مرحله ركود عالمي اقتصادي عالمي ام لا؟ برأيي الإجابة هي كلا، على الأقل على المدى القصير، لكن مخاطر الركود التضخمي اليوم أعلى مما كانت عليه قبل شهر بسبب الوضع في أوكرانيا وروسيا. فعلى الأقل سوف نرى نبرة أكثر تساهلا من البنوك المركزية مقارنة مع توقعات رفع الفائدة القوية التي كانت محتسبة في أسواق الفائدة في السابق، حيث كانت العقود الآجلة تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة 7 أو حتى 9 مرات هذا العام، لكن على الأغلب حاليا سنرى عمليات أقل لرفع الفائدة، وهناك احتمال أقل أن يجد الفيدرالي سببا ل رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس في مارس. في الوضع الجيوسياسي يفترض 25 نقطة أساس كرفع للفائدة بشكل مبدئي في منتصف مارس من هذا الشهر أقصد. هذا التحول الذي نتوقعه والذي بات تقريبا أكيد في تفكير وتحركات الفيدرالي الآن، هل ترجعه أو إلى أي درجة ممكن أن ترجعه إلى الطاقة؟ الصعود الذي رأيناه في أسعار الطاقة مؤخرا هو ارتفاع تاريخي، وصلنا في خام برنت الليلة الماضية إلى $139، وهو أعلى مستوى نسجله منذ 2008. ومن الواضح أن البنوك المركزية ستظل بحاجة إلى التفاعل مع التضخم الضمني والضغوط التضخمية الضمنية، لكن السؤال هو هل نحن أمام تغيرات بنيوية في ديناميكية التضخم أم أنها هي مجرد أوضاع مؤقتة، وخاصة إذا كان هناك حل للوضع الأوكراني الروسي في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة؟ ساعتها نتوقع لأسعار الطاقة أن تتراجع، وبالتالي فإن التوقعات رفع الفائدة ستصبح أقل قوة، وخاصة بعد تراجع أسعار الطاقة عن المستويات العالية الحالية. يبدو بأن عمليات البيع المكشوف على عقود النفط تزداد بالوقت الحاضر، أي سيناريو ممكن تتخيله ممكن أن يؤدي بالفعل إلى تراجع بأسعار النفط يبرر هذه المراكز المفتوحة بالبيع على المكشوف، أو بالأحرى الرهان على انخفاض أسعار النفط؟ معظم عمليات المضاربة في السوق تقوم على فكرة أن النزاع الروسي الأوكراني سيحل سلميا أو على أمل أن يحصل ذلك، وإذا ظل الوضع يتدهور وإذا باتت الآفاق المستقبلية مقلقة أكثر، فإن أسعار الطاقة سوف تواصل صعودها وستظل عالية، لكن الأسواق تأمل أن تسهم المفاوضات الدبلوماسية وأن يسود المنطق لدى كل الأطراف، وأن يكون هناك توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتفاوض على اتفاقية سلام، لكن على المدى القصير الأسواق ستظل في حالة هشاشة وستظل متقلبة وستكون ميالة إلى العزوف عن المجازفة نتيجة هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع عموما والنفط خصوصا. من الجهة الأخرى، أسواق المنطقة أو اقتصادات المنطقة هنا في منطقة الخليج طبعا تتفاعل بشكل مختلف. منطقة منتجة للنفط، أسعار النفط المرتفعة تساعد طبعا وتدعم الربط مع الدولار بالوقت الحاضر، يعني بأنه هل تخاف على اقتصادات المنطقة من زيادة السخونة فيها في الوقت اللي الفيدرالي مضطر أنه يخلي الفوائد دون رفعها من أجل الحفاظ على نمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وفي الغرب؟ ما الذي سيحصل أو يحصل هنا لدينا، وكيف ممكن مداواته بالنظر لأنه الأليات أو الأدوات المتاحة لنا مش هالقد كثيرة؟
هذا سؤال عظيم. أنا ما زلت أتوقع وضعا إيجابيا للنمو الاقتصادي في الخليج في هذا العام وفي العام المقبل. وبعد ركود 2020 رأينا تعافيا قويا ورأينا نموا إيجابيا في 2021 ب3%، ونتوقع أن يكون النمو ب4.5 بالمجمل بين الإمارات والسعودية هذا العام. وهذا النمو قد يتراجع إلى 3.8 أو 4% كنمو في الناتج المحلي الإجمالي في 2023. ومن الواضح أن أثر العوامل الجيوسياسية سيضغط على المعنويات في المنطقة كما يضغط على المعنويات في العالم. لكن كما تشيرين، ارتفاع سعر النفط هو أمر إيجابي لإيرادات الحكومات هنا ولدعم التنويع الاقتصادي في المنطقة، ونحن متفائلون. صحيح أن أسعار النفط قد تنخفض على المستويات الحالية، لكنها ستظل إيجابية لأساسيات الائتمان في المنطقة. وبطبيعة الحال نحن لا نعاني من ارتفاع تأثيرات أسعار المستهلكين العالية في أمريكا وأوروبا، وهي مرتبطة بالسياسة النقدية الشديدة التساهل والتحفيز المالي الكبير الذي حصل خلال آخر عامين بسبب الجائحة. نحن لم نشهد هذا المستوى من التحفيز في المنطقة، وبالتالي التضخم الضمني أضعف وسيظل أضعف، ونحن لدينا تعاف اقتصادي مضطرد وثابت ينتظرنا. وإن كنا سوف نتأثر عبر قنوات العوامل السياسية من خلال ضغط على شهية المخاطرة والاستثمار والمعنويات، الوضع أساسي، ومن الضروري جدا أن نراقب كيف سيتطور الوضع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا. وهذا الأمر سيبقي المستثمرين في حالة ترقب وعزوف عن المجازفة على المدى القصير. لكن الدعم للنشاط الاقتصادي وللمنطقة، هذا الأمر سوف يتحسن مع تحسن الوضع في روسيا وأوكرانيا كما نأمل في الأشهر المقبلة. لكن أيضا من التحديات القادمة إلى المنطقة هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خاص. لأي درجة بتشكل المواد الغذائية؟ ذكرت بأنه مع الارتفاع القوي بمستويات التضخم أو بالسي بي آيز مثل ما بنشوفها بالخارج، صحيح، لكن مثل ما عم نشوف ببقية العالم، المنطقة سوف تتأثر بارتفاع هذه أسعار الشحن، أسعار السلع الغذائية وما إلى ذلك. فلأي درجة بتشكل هذه جزئية من مستويات التضخم وممكن أن تشكل خطر على الاقتصاد؟ هذا سؤال عظيم، وأنا أتفق بالكامل معك أن هناك خطرا على المدى القصير. السؤال هل هذا الضغط التضخمي مؤقت وعابر أم أنه بنيوي؟ ربما الحقيقة هي في مكان بين الأمرين. وبعد ابتعادنا من الجائحة توقعنا للضغوط التضخمية أن تتراجع في 2022 و2023، وخاصة بعد تحسن مشاكل سلاسل التوريد وبعد إعادة فتح الاقتصادات العالمية وتراجع الضغوط التضخمية. لكن من الواضح أن العوامل الجيوسياسية رفعت أسعار الغذاء وأسعار النفط والطاقة على المدى القصير. ولكن إذا نظرنا إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، ونأمل طبعا أن يحل هذا الوضع، ساعتها الضغوط التضخمية سوف تنحسر، لكن هي سوف تظل مرتفعة بشكل بنيوي في 2022 و2023، طبعا بالمقارنة مع 2019 أي قبل الجائحة. وبهذا المعنى سوف نكون أمام بنوك مركزية في جميع أنحاء العالم ستضطر إلى السير في مسار دقيق في 2022 في سعيها إلى تطبيع السياسة النقدية، ولكن بوتيرة لا تؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي في الأربع المقبلة. سايمون بولارد، كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الأول، شكرا جزيلا لحضورك معي صباح اليوم.